هنا عندما تتوفر القيادة الحكيمة والمؤهلة تأتي بالنتائج الصحيحة لا شك 100%. ونحن لاحظنا ذلك في مجريات المعركة التي بدأت قبل أيام في عسيلان وريحان التي كانت تقودها ألوية العمالقة أحد قطاعات وزارة الدفاع. بالنسبة لتحرير بيحان وعين نلاحظ أن القوة اتجهت غربا عبر الشاق ومن ثم السيطرة على موقع اللواء 153 وأيضا عبر نجد مرقد لمحاولة السيطرة على مطرق عين حريب. في اعتقادي أن الساعات القادمة ستكون حازمة بالنسبة للقوات الميليشيات الحوثية في عين ولن يطول أمدها نهائيا. أولا في 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 نص في نص مديرية عين جهة حريب لن تتأخر نهائيا في الانسحاب خوفا من فتح جبهة جديدة من جهة عين عبر عقبة مبلقة. وهذه العقبة هي تؤدي مباشرة إلى مديرية الحجب عاصمة مديرية عين. بالنسبة لمديرية عين هي في الساعات القديمة ستكون أمورها حاسمة. ونتمنى من الوحدات العسكرية الاتجاه غربا إلى تحرير مديرية حريب.